بسم الله. دلوقتي لو انا عندي شويه عناصر وعايز اكتب ليبل عليهم، باجي من دوكمنت واقول له ليبل وابدا احدد العنصر واكتب ما اريد، اي تكست انا عايزه. طيب الافضل من كده ان انا اعلم على العنصر واجي في الخصائص هنا اقول له ليبل element واجي اكتب اللي انا عايزه. طب اقدر انا عايز حاجه تبقى تلقائي، يعني على طول يكتب لي الاليمنت اي دي. يبقى انا هدخل في الليبل وهقول له لو انا علمت على الاوبجكت او الوول او كولوم او العناصر ديت ما تكتبليش تكست، اكتب لي اي دي. يعني كده هو مش هيكتب لي تكست، لا هيكتب لي الاي دي بتاع العنصر، وكل عنصر ليه اي دي خاص بيه. اشوف بقى التكست بتاعي هيبقى عامل ازاي. بولد ايتاليك، عايز ليبل فريم زي ما انا عايز. تمام. دلوقتي لو انا علمت على العنصر وجيت هنا قلت له ليبل element اوتوماتيك هيظهر لي الاي دي. انا لو جيت هنا اقول له اظهر لي الاي دي ليبل element، بدأ الاي دي يظهر معايا. ده برضو ممكن اقول له ليبل element ظهر لي الاي دي والغي بقى التكست دوت. طيب لو انا عايز اخصص الكلام المكتوب دوت الاي دي دوت، يبقى هاجي من دوكمنت سكادول اند ليست اليمنت اي دي مانجر. هنا بيقول لي ايه اللي انت عايز تخصص له، اقول له انا عايز هنا الاوبجكت. طبعا الكلام ده كله بينطبق على بقية العناصر، فبيقول لي اه الاوبجكت عايز تكتب ايه مثلا. تمام. وهل انت عايز سيم اي دي ولا يونيك، يعني عايز الاي دي ده ثابت ليهم كلهم ولا حاجة كل عنصر ليه يونيك خاص بيه. والاي دي فورمات انت عايزه ازاي، يعني ممكن اقول له مثلا ايه نمبر اول حرفين مثلا خليهم لي تكست مثلا سي اتش. تمام. طب وبعد كده بعد ما نخلص الحرفين دول اعمل لي شرطة واكتب لي هنا رقم بقى، خليها رقم. يعني ليه ان انا اخليه تكست، اخليه رقم، اخليه حاجة غير مستخدمة. يعني الخانة دي مثلا غير مستخدمة، اقول له مثلا لا خلي الخانه دي مستخدمه، خليها كاونتر، وهنا دي خليها غير، هي دي اللي غير مستخدمه. الرقم هيبقى كام؟ هل هو 3 ارقام مثلا بالشكل دوت change id. تمام. اوكي. فالارقام هيتغيرت بت ch شرطه 0 والرقمين 16 17 19 زي ما احنا شايفين. فالفكره ببساطه لو انا عايز احط ليبل بجيبه من هنا واظبط الليبل زي ما انا عايز، اقول له مثلا الاوبجكت دوت خليه اي دي او تكست. لو انا عايز اعمل اي دي العنصر، الكلام ده برضو للدور للوول لكل حاجه، باجي هنا واقول له الاي دي فعله لي. لو انا عايز اخصصه من دوكمنت سكادول اند ليست هقول له element اي دي مانجر.